الشورى فما فيه العدل فما فيه الحق. ما عرفش علاش بعض الناس وقت اللي نبرزوا المصحف نحسهم كانوا متقلقين. يعني هذا الذي اختاره الشعب حينما نتحدث عن الشرعية يا زملائي ونتحدث عن الشريعة. نسمع زميلنا. فإننا نتحدث عن أمر من الأمور التي تعني في اللغة توا يا سيدي باهي وصلت الفكرة سي مونجي وصلت الفكرة باهي يا اخوان خلي حد كي تكمل قل لي سي مونجي كي تكمل قل لي نستناو فيك سكر الواحد في عقل. شكون مازال ترى زيد شكون زاد ترى اللي يتحدث على الشعب الطيب المجلس ما تسحبش انت توضح ما تسحبش واصل كلمتي تفضل.